دور المرأة هام في تحفيز الناس على الذهاب للانتخابات، خاصة على تحفيز النساء، ولأنه النساء الحقيقة النساء المرأة أقرب للمرأة من غيرها، والمرأة قادرة على أنها تقنع أختها على أهمية الانتخابات في تحسين وضعها الاجتماعي، وضعها الاقتصادي، ووضعها الحقوقي، وتغيير من واقعها. لأنه احنا اعتقد اليوم ولات مش نقول احنا نفهموا بعضنا اكثر من اي واحد اخر ينجم يفهمنا، لانه للاسف برشا ناس باقي تقول تونس ولا المراه التونسيه خدت برشا مكتسبات وعندها برشا حقوق وما عادتش محتاجه لحتى شيء. فاحنا نساء فاهمين كونه الحقوق هذيا باقي فراجيل، ولا الحقوق ساعات في ليكود اكثر منها راوها في احكام صادره على المحاكم، والا راوها زاده في ممارسات وتطبيقات في حياتنا اليوميه. وايضا الواقع قاعد يوري كون المراه التونسيه ما زالت هي اللي تخدم في الاعمال الهشه والمهمشه والاجور المدنيه والوضع الصعيب برشا، سواء كانت في المعامل في الريف ولا في الحقول، ولا حتى زاده المراه في الاداره اللي تعرض لبرشا تحرش. وللاسف حتى كان فما قانون ما هوش قاعد فما انصاف كبير له. دونك المرأة التونسية وقت اللي تمشي تحكي مع اختها باش نفهموا بعضنا ونجموا نقنعوا بعضنا كونه نجموا نغيروا بتغيير المشهد السياسي، ولا بتغيير النخبة اللي باش تشرع وباش تحط لنا القوانين. دونك اعتقد انه دورنا مهم، ولكن بقية لازمنا نقنعوا النساء باش يخرج ويقوم بالدور هذا، لانه زاد للاسف اعتقد انه النساء اللي مصايبتهم ازمه خيبه امل، ما همش عندهم استعداد كبير لخوض هالتجربه هذه. لازم اقناع النساء بانه هالمجالس هذه وهالعمل للشان العام يمكن يغير من حياه النساء. الجنود بدون هوادة في الريف بسياراتنا بكرينا الكراهب، عملنا كل شيء بمالنا الخاص لسانسيل انه نخرجوا المرأة من عزلتها ونبعثها وندفعها انها تشارك في العملية الانتخابية، واعتقد انه نجحنا بشكل كبير وخرجنا للتوعية مع هيئة الانتخابات ووزعنا الفلاير وعملنا حملات في الليل وعنا هذه كله موثق ومصور. وفي نفس الوقت الحقيقة حتى في المحطات الطويلة اللي جات في الفترة الأخيرة بنات الاتحاد كلهم شاركوا في العمليات الانتخابية، قاموا بما يلزم القيام به باش النساء أيضا تشارك وإلا تترشح. ودي ما عنا شكون ترشح، دي ما شكون عنا اللي زادا معناها موجود في هالمجالس المنتخبة. وضعنا مازال مش عم معناها الاستثناءات، معناها مرة قعدنا في استثناء مرة وفي الاستثناء، يعني كل القرارات للأسف اللي قاعدة تجينا ديما قرارات ما تخدمش الاتحاد، ما تخدمش فورسيمون المرأة التونسية، باش تتشجع المرأة التونسية اللي متطوعة في الاتحاد باش تسيروا باش تقدم من ذاتها، باش تقدم من مالها، باش تقدم من جهدها، باش تعطي صحتها وتعطي أسرتها ضحي به. كنا نحكي وانا وياك في الأوف نضحي بأسرنا احنا، والبعض منا يضحي بخدمته والعطلة متاعه وذاك يمشيها بالنهار بالنهار باش تمشي في الأنشطة في الريف وكل. وهذا الكل نعمل فيه مش عاملين مزيخة، نعمل فيه محبة لبلادنا ومحبة لنساء تونس ومحبة إلى وتطلع إلى أن تونس تكون أحسن، ومساعدة منا لكل القوى اللي تحب هالبلاد هذه في أنه احنا ننظر به. لكن هالعمل التطوعي كل اللي قاعدين معنا على الأقل فما زادة معناه من السياسيين شوي اعتراف بالجميل، خاطر هالمنظمة ذي اللي من عهد الاستعمار والمستعمر رالها بقيمتها. وانا قلت يمكن لهم الصباح معناها بارازار حكيت معك زادة توا، معناها المستعمر اعترف به انها منظمة ذات صبغة عامة، والمستعمر اعطاها منحة بألفي فرنك من عام 1948، والمستعمر اثر على البي في والبي ايضا اعترف بقيمتها وهبنا واعطانا مقرات. اليوم مش ممكن انه مع التونسي قعدنا معناها في هالوضع هذا اللي ما فماش راحة، ما احناش مرتاحين، ما فماش استنزاف قوة، تعبين كل شهر واحد ما يعرفش من يجيب الفلوس. ونأكد لك انه دون زان موا دو سي فيني، معناها كل هالمحاولات اللي قاعدين نعملوا فيها لقطوا فيهم من هنا من هنا. ما نجمش اليوم نفرض على بنات الاتحاد، ما نجمش، لأني أنا اليوم الهاجس متاعي هو أجور خدمتي
الهجس نتاعي كيفاش نصلح المراكز باش نستقطب البنات التوانسه المضايعين ومش قاعدين يقراو واللي باش يطردوا ولا طردوا عمي ولا تعمي قوايا كلها مش عارفه وين نوزعها انا وكل الزميلات اللي معايا وين النساء على مستوى ذاتها لانه ما تنجمش المراه تبني روحها وتدافع على حقوقها وتتموقع في هالمجتمع اذا هي ما تاخذش بلاصه وما تعطيش صوتها وما تعبرش على رايها وما تخرجش وما تكونش عندها الشراسه وهالقوه هذه الكليك في انها تعبر على رايها وتفرضه باختيار معناها اعضاء نواب والا رجال معناها الدوله اللي باش يكونوا المراحل القادمه ولا المرحله هذه ولا معناها بشكل عام انا نحكي دونك سي نورمال سي نورمال الناس تولي مجنده من اجل القضايا اللي نشتغلوا عليها مش مجندين من اجل هوامش خلصتني وخلصت الماء ولقيت باش نخلص الضوء وهذا يا مريضة حاشاك البارح بالكونسير كيفاش باش نتحب على تسبقة والأخرى عاوني وفما اللي تقول خلصني في الأجور اللي ما خلصناش فيهم في عهد الترويكا واللي قعدوا دين على عهد على عاتق الاتحاد واللي هو مسؤولية الدولة التونسية ديما نقول فيها معنا بكل لطف لكل المسؤولين مسؤوليتهم كما مسؤولية الدولة التونسية في أنها خدمت مكونات في فترة ما قبل الثورة بأجور زهيدة اليوم قالوا لكم اعطوني فارق في الأجر مش موظفين تاعي موظفي الدولة موظفي المجالس التنموية في نالمون جي نخلصهم أنا علاش جوريديك مو بارلون مش أنا أخلاقيا مانيش أنا سياسيا مانيش أنا اي بورتون باسكو كانت مسألة معاقبة الاتحاد أو غرق الاتحاد تقتضي أنه معيز ولو تارو دونك أنا اللي خلصت ما أسك اليوم الدولة التونسية عملت معنا لقاء من أجل أنه ندرسوا هالمواضيع هذية ونعالجوها وكل يتحمل مسؤوليته وننظروا إلى المستقبل ونقدموا مع بعضنا ونشوفوا شنو الدور اللي نجم يلعبوا الاتحاد في هالمراحل القادمة كما ملعبناه في فترة الترويكا كما ملعبناه في فترة 25 جويلية وما يلزم يصير في 25 جويلية كيف ما يلزمش نلعبوا للمستقبل ما نجموش احنا اليوم سامحني نحبش نقول معاقين أني فور سيرما أنا ديما نقولهم نقول اللي نعملوا فيه في الاتحاد اللي نعمل فيه هنا زادك رئيسة ليه سيرما ما يقبلوش حتى إنسان معناها تقولش علي أنا نعيش في حالة استرقاق واستعباد بيان سور أنا كامرأة تونسية صح مش رئيسة منظمة ولا غيره أنا كامرأة تونسية يهمني فما ديمقراطية في بلادي ويهمني صورة بلادي يحكيوا علينا على أنها بلد ديمقراطي فتي ولا بلد ديمقراطي عريق لأنه أول دستور زاد راهو تعمل معناها دستور تونسي تشبع التونسي بالديمقراطية ورغبته في التغيير بالطرق السلمية واستعمل المؤسسات والقوانين وغيرها دونك أنا فخورة كي نمشي لزانسونس انترناسيونال ونقول أنا تونسي وأنتمي إلى بلد ديمقراطي وعنا انتخابات وعنا انتخابات دورية وعنا منافسة شريفة وعنا كل شيء فمهما كان اللي ترشح معناها العمليه الديمقراطيه والعمليه هذه نتاع المنافسه انا فخوره به توا هما اتيت الانديفيديوال ما فما حد شيء باش نجم نجي نقيم واحد ونقول انت ما عندكش الحق بار كونتر نحب نعرف الناس هذوما شنو برامجهم شنو مشاريعهم شنو تطلعاتهم كيفاش يفكروا حتى ما نجمش يجي واحد نكره انا نحكي على نفسي راديه واحد نكره يتقدم للانتخابات شكونك شنو زادك شو مش تعمل بالنسبة لقضايا تم المرأة تم التنمية الاحتباس الحراري الانتليجنس ارتيفيسيال العلاقات الدولية وجودنا في محيطنا ذي البحر الأبيض المتوسط بضفتي الجنوبية والشرقية شنو علاقتك بأوروبا شنو علاقتك بالصين شنو علاقتك نحبوا نعرفوا نحبوا الراو دي ديبا نسمعوا فيها الناس هذوما تتكلم على هالمواضيع هذية وتحكي لنا وتقول شنو الحلول ونحبوا نشوفوا دي ديالتو باش أنا والمرأة التونسية وغيرنا نكونوا قادرين على أن نختاروا أما معناها كل واحد يقول أنا مترشح فقط هذا يحقه لكن احنا زاد حقنا انه نعرفه ما وراء رغبته في الترشح شكون هو وشنو يحب يعمل.